السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم، ورجعت لكم تاني أختكم بندري شاهين. طيب، في موضوع حبيت أتناقش فيه حلقتي اليوم عن صراع النقاش. قلت لكم راح يكون في حلقات استثنائية برا نادي الاتحاد، ولكن تخص الدوري السعودي أو مشاكل الدوري السعودي أو القضايا نتناقش فيها ونتكلم فيها. طيب، الحكم الأوروبي أو الأجنبي والحكم المحلي صار حديث السوشيال ميديا والقنوات الرياضية وحديث المحللين وحديث الأندية بأنه الحكم الأجنبي والأوروبي مو عاجبهم والحكم المحلي مو عاجبهم. نادي يجيب هو الحكم ويتفق مع النادي الآخر الخصم على الحكم الأوروبي أو البرتغالي أو الإنجليزي أو الفرنسي أو الجزائري أو أيا كان، بعد ما تخلص المباراة يقول لك الحكم ظلمنا، وتبدأ هالليلة وبرقندة للصبح لمدة أسبوع أسبوعين ثلاثة ممكن تكمل شهر هم على نفس المشكلة. طيب، أكثر نادي انظلم في التحكيم الاتحاد، لما بنشوف في القنوات الرياضية أو المحللين أو النقاد يقول لك فاول لم يحتسب، ضربة جزاء لم تحتسب، طرد لم يحتسب، ركلة حرة مباشرة لم تحتسب، أشياء كثيرة، وبرضو الاتحاد ساكت ومسلم أمره. أي فريق يجي النادي الاتحاد يقول له احنا اتفقنا على الحكم البرتغالي أو الفرنسي أو يوافق النادي على طول. احنا عرفنا انه تم الاتفاق بين الاتحاد والأهلي على الحكم. طيب، النادي اللي بيشتكي دائما من الحكم بيظلمنا والحكم قتلنا والحكم نسفنا والحكم والحكم، لازم الأندية يكون عندها وعي ثقافي في توجيه اللاعبين، يعني ركز على اللاعبين وقت المباراة، الالتحام القوي، اللعب العنيف، الفعل المشين اللي سمعناها دحين، الفعل المشين والاحتكاك العنيف أو الدخول العنيف ولها عقوبات. أنا عن نفسي أول مرة أسمعها، ولكن يمكن سمعناها حاليا أو ركزنا فيها بسبب ما شفنا في الدوري صار فيه طرد كثير، صار في أخطاء كثيرة، صار في التحامات وعنف ودخول قوي على اللاعبين، عشان كده بنشوف أكثر الأندية عندهم اللاعبين مصابين. فلازم يكون عند اللاعب الوعي الثقافي إنك ما تورط فريقك في مشكلة وقت المباراة، زي ما شفنا مع تليكسا لما انطرد وقام بالفعل المشين مع هنريكي بالضرب على الصدر، وشفنا ايضا اللي هو اللاعب حسن العمري بخنق اللاعب هنريكي فيليبي، سوري اندريه فيليبي. طيب، هل هذا الشيء الحكم متعمد عشان يفوز الاتحاد؟ لا، شاف كل شيء أمامه، ولكن أنت فريقك أو لاعبيك لازم يكون عندهم السيطرة
على نفسهم داخل المباراة عشان ما يحطوك في هذه المواقف المحرجة. يعني لا حكم أجنبي عاجبهم ولا حكم محلي، وبيدفعوا الآلافات بالميتين والتلتمية والـ150 ألف علشان يجيبوا هذا الحكم. طيب هل أنت شفت السي في تبع الحكم؟ يعني كم مباراة أدارها، كم دوري، كم بطولة، كيف أسلوبه، كيف طريقته، هل هو ينحاز لفريق معين، هل هو ظالم؟ شفت له فيديوهات ممكن ترشح لك الحكم، ولا أي حكم و300 200 وتعالى؟ وبعدين والله إحنا انظلمنا، التحكيم نحرنا. الإدارة الناجحة والفريق المنظم والبيئة الممتازة والتعاقدات الممتازة والدعم الجماهيري، كل هذا يخلي الفريق يختار الحكم الصح، أو يعرف إنه هو بيلعب صح، أو الإدارة ملخبطة نفسها وملخبطة الفريق وملخبطة الدنيا، وبعد كده يقولوا لك الحكم يظلمنا. طيب في مباراة التعاون والاتحاد على ربع نهائي كأس الملك، شفنا اللاعب طارق عبد الله تعدى على العبود 3 مرات ولم يحتسب لينا فاول، شافها الحكم وخلى اللعب يستمر. أول حاجة، الحكم الأجنبي أو الأوروبي أو أيا كان اللي بيجي من الدول الخارجية، الحكم يعطي فرصة اللعب. يعني كيف يعطي فرصة اللعب يا بندري؟ أنا أقول لكم، يعني إذا شاف التحام بين لاعبين، هو شايف إنه الالتحام قوي بسبب بنيتهم قوية، فالالتحام يكون قوي خلاص يستمر اللعب لأن هم بنيتهم قوية. ما شاف في ضرب، ما شاف في اعتداء، ما شاف في تدخل عنيف، شاف احتكاك أو منافسة على الكرة، ولكن بنيتهم الجسدية قوية خلاص سببت مثل الاصطدام، أو إنه مثلا واحد فيهم سقط على الأرض. يقول لك اللعب مستمر، يعطي فرصة للعب. نادرا ما تشوفه يستخدم الكرت، وشفناها في مباراة التعاون والاتحاد، نادرا ما يستخدم الكرت للضرورة أو الصافرة، يعطي فرصة اللعب. هذا هو الحكم الأجنبي، يعطي فرصة للعب. يعني في بعض الأمور عند الحكام المحليين ما يعترفوا فيها أو ما يقوموا بها. عندك اللاعب الحكم المحلي على أي شيء يصفر، لو حكيت حواجبك يصفر، يقول فاول، إلا البلنتي. البلنتي يعطيك حقك فيه، مستحيل يطلبك الحكم المحلي. يعني حتى لو تلاحظوا الحكم الأجنبي على بال ما يروح للفار ياخذ وقت طويل لدرجة انه يحرق دمنا. ليه؟ لأنه هو مقتنع انه ليس فاول، ليس ضرب، ليس احتكاك عنيف، ما يستاهل انه انا اجيكم. الحكم المحلي شايف انه خطأ وتعادت أكثر من مرة وكان في اعتراض من الفريق وبرضه يعابط. يعني المحلي
لو أسلوبه في التحكيم، والأجنبي لو أسلوبه في التحكيم. لازم الفريق يكون عنده ضبط النفس، العصبية، القوة، التصرفات الغير أخلاقية، الزعل اللي ما له داعي ممكن تجيب لفريقك مشكلة هو في غنى عنها. هذه الأشياء جدا ضرورية، لازم النادي يركز عليها في اللاعبين، بما أنكم تقولوا أنه الحكم الأجنبي بيظلم الفريق وأنه ضدنا وأنه مو معانا، مع أنه أنتوا اللي جايبينه. فهذا الموضوع أثار بلبلة كبيرة في السوشيال ميديا، وحبيت أنه أنا أتكلم عنها. يعني الحكم الأجنبي بصفة عامة دائما يعتمد على مبدأ إتاحة الفرصة، هذا عندهم في بلدهم، هو يتيح الفرصة للاعب، يقول لك احتكاك عادي باللاعبين سبب سقوط لاعب أو 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 أرق، يعني ما يفكر إنه تدخل سريع، لا يعني ما يخرج الكرت إلا إذا كان في فاول يستحق كرت، أو ضربة حرة مباشرة أو غير مباشرة. طبعا إذا راحت الكرة لأي أحد ما يحب يوقف المباراة، ما يضيع وقت، ما يسبب ربكة للفريقين أو تشنج للفريقين، دائما يعطي إتاحة الفرص في اللعب، لا العبوا، قوموا العبوا، ما يحتاج. فعشان كده دائما تشوف الفريق يحتاج يقول ليه ما أعطانا فاول، ليه ما أعطانا ضربة جزاء، ليش لغى الهدف. لا، مو على أي شيء، مو انت عارف انه في المباراة لازم يكون الاحتكاك والالتحام والدفاع القوي، ولا لكن لما يكون فيها ضرب بعيد عن المنافسة على الكرة او اعتداء لاعب على لاعب، لا هذه تحتاج طرد. إذا تمسكت الكرة باليد تعمد من اللاعب ممكن فيها طرد وفيها ركلة جزاء. إذا أصبح هناك فعل مشين بتصرفات غير لائقة من أي فريق، وشفنا أيضا بسبب الاحتكاك العنيف إصابات كثيرة، يعني عندك إصابة زياد وهوساوي والضرب أو الاعتداء على العبود في مباراة التعاون، وزعلنا قلنا ليه ما بيحتسب لنا فاول، ليه الحكم ما بيشوف ما. بس لما تيجي تقرأ عن الحكم المحلي وعن الحكم الأجنبي تحس في فروقات كثيرة. في بعض المباريات إحنا بنشوفها الحكم المحلي الكرت ما يجلس في جيبه على أي شيء، كرت أصفر، ويضطر المدرب إنه يخرج اللاعب عشان ما ياخد كرت أحمر أو ينطرد أو يتوقف عن أي مباراة. أنا ما بتكلم هذا الكلام إني بأظلم الحكم المحلي وأمجد الحكم الأجنبي، لا، أنا بقول لكم على الأشياء اللي طلعت فيها واللي شفتها، بكثرة زادت طلبات الحكم الأجنبي وبكثرة زادت الشكاوي برضو من الحكم الأجنبي. طيب إيش تبغوا؟ إيش اللي يريحكم؟ لا كده عاجبكم ولا كده عاجبكم، خلاص خليكم على المحلي وسلموا أمركم لربنا. لكن تجلسوا تشتكوا وانتوا الحكم معاكم وانتوا الحكم نصركم وانتوا الحكم نحر الفريق الفلاني وفجر في الفريق العلاني وحرق بغاز وسخ الفريق لا، كلنا في خانة واحدة، كلنا في خانة واحدة. وأبغى أقول لكم حاجة، أكثر نادي انظلم في التحكيم الاتحاد، محلي
أجنبي. فأتمنى أي فريق يجيب حكم أجنبي لا يجلس يشتكي، خلاص أمرك لله، عوض ربنا في المباراة. خلاص الحكم الأجنبي لما بيجي لا هو مع فريق الأهلي والنصر، ولا هو مع فريق الاتحاد والهلال، ولا هو مع فريق الفيحاء والتعاون، لا هو جاي ينهي لك مباراة، يدير لك مباراة، جاي يدير لك مباراة بالطريقة اللي هو اتعلمها وماشي عليها ودارها في دوريات كبيرة وفي مباريات وفي كؤوس وفي وفي وفي. فيا ترضى يا خليك على المحلي. ويعطيكم ألف عافية وشكرا لكم.